If you insist on coming in, you'll have to battle me first. فهي عايزة تدخل معنا في مباراة، عايزة تتأكد ان احنا حد مش عايز يعمل مشاكل او قلق، ومش هتخلي اي دخيل يدخل على مدينة موسوي كده. Morning everyone, did you sleep well? Starting today, you'll be joined by our two students from Blueberry Academy. ايه ده؟ هم من Blueberry Academy برضو؟ Hi, I'm Carmine. It's a pleasure to meet you all, you outsiders. I mean, visitors from Paldea. يخرب بيت رزالتك، يعني هي مش طيقانة. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بوكيمون سكارلت ليتس بلاي. انا بروفيسور بابي من قناه بوكيمونيان، وبعد يعني انقطاع دام اشهر طبعا بنرجع مره تانية معاكم، لان نزلت لنا توسيعه العاب سكارلت وفايلت ذا هيدن تريجر اوف اريا زيرو، الجزء الاول المسمى بذا تيل ماسك. طبعا الفيديو اللي انتوا هتشوفوه النهارده وكل الفيديوهات اللي جايه المتعلقه بالتوسيعه تم تصويرها من خلال بث حي كنا عملناه على القناه عندنا، وانا اخذت البث ده وقلت امنتجه واقص منه واعمل لكم منه حلقات قصيرة علشان منكم اللي فاتوا البث ولسه مش عارف يعمل ايه في التوسيعة وازاي نخلص المهام اللي هناك وكده. هتلاقوني عامل كل الحاجات دي في الفيديوهات القادمة، الحلقات هتنزل بشكل يومي ان شاء الله. وطبعا اتمنى ان انتوا تستمتعوا بحلقاتنا، وعلشان نساعد بوكيمونيان انها تكبر اكتر واكتر ياريت تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، هبقى متشكر جدا لدعمكم. عايزين نوصل ل 2000 مشترك قبل عيد ميلاد القناة تاني، اللي لسه قدامه فترة كويسة جدا لغاية شهر فبراير اللي جاي، فياريت تساعدونا نحقق الهدف ده. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مستعدين يا جماعة؟ مين جاب التوسيعة وهيلعب معانا؟ هم احنا هندوس ايه وهنخش اللعبة، لانه اول ما اللعبة هتبدأ هيجيلنا مكالمة، ومجرد ما نفتح اللعبة يا جماعة هيجيلنا مكالمة روتوتوتوتو بتقول Hello, hello, babam. This is Jack. Jack يتصل بينا. Hi, Mr. Jack. Sorry to bother you while you're probably out searching for some nice treasure. أنا آسف إن أنا عطلتك. You see, we have a school trip every year around this time. كل سنة عندنا رحلة مدرسية في هذا الوقت من العام. It's a special collaboration between our academy and another school. هو تعاون ما بيننا وما بين مدرسة أخرى. And would you believe it, Babam? Your name was one of the ones chosen to attend. وإحنا اسمنا كان واحد من الأسامي المكتوبة علشان نحضر. You'll get to go study and experience the great outdoors off to the east in the land of Kitakami. هنروح للشرق ونروح مدينة أو منطقة كيتاكامي. It's a long trip to get to this year's destination, so we can't send too many students this time. مش هنقدر نبعت طلبة كتير. You really are a lucky one getting selected as one of the participants. Come to the school's entrance hall when you're ready to hear all the details. تعال للمدرسة علشان تسمع التفاصيل لما تكون جاهز. Of course you don't have to take part, but this kind of chance isn't likely to come again. So you should really give it a shot if you're interested. طبعا دي فرصة مش هتتكرر كتير، فانت لو مهتم لازم تيجي تحضر. طب هناخد فرقة ايه يا جماعة؟ تعالوا ناخد سامورات يلا، ونخش بخمس بوكيمونات مبدئيا. اول حاجة هنتوجه على الأكاديمية بتاعتنا، أكاديمية نارانها. شو بدكم تسووا؟ والله يا سراج أنا هحكي لك، إحنا النهاردة التوسيعة بدأت بإن إحنا جالنا مكالمة من الأستاذ جاك وقال لنا إنه في رحلة لمدينة كيتاكامي أو منطقة كيتاكامي، ودي فرصة نادرة لينا إن إحنا نزور المنطقة دي، لأن إحنا اسمنا من الأسامي القليلة المحطوطة على قائمة الناس اللي هتروح، ولازم نروح الأكاديمية ونكلم حد فيه. أنا عارف مين الحد طبعاً، اللي هي الأستاذة دي. Mr. Jack said the students for the school trip would be around here. فاحنا هنكلم الأستاذة دي، أنا نسيت اسمها بالزبط، Miss Briar افتكرت. Are you? Oh, you must be. You're one of the students chosen for the school trip, aren't you? And your name was? فمس بريير هنا بتقول انت واحد من الطلبة اللي تم اختيارهم للرحلة المدرسية، اسمك ايه؟ انا اسمي ببعم. ببعم ها؟ Well, aren't you full of fire? You're positively dazzling. انت روحك مشتعلة بالحماسة. Oh, and you even have a Terra Orb. معك كمان التيرا أورب. I guess Paldea is rich enough in resources for that sort of thing to be a common sight at school. Unless that's not the case, are you perhaps an especially exceptional student? فبتسألنا هل انت يعني طالب متميز ولا انت بس واحد من الناس اللي معاهم التيرا أوربس؟ طبعا احنا هزمنا الدوري وكل حاجة. Oh, but here I go on, and I haven't even introduced myself. Call me Miss Briar. Jack بيندهلها. I'm so sorry I'm late. ف
فجاك هنا يتدخل ويعرف نفسه. Oh, hello to you too, Babam. What a lucky scamp you are, getting to take part in a school trip so soon after transferring here. So soon, إيه يا عم, إحنا بقالنا سنة. ما علينا, بيقول إن إحنا بقالنا يعني فترة قليلة, ولكن حيتم يعني اختيارنا للرحلة المدرسية وحظنا حلو. I sure I'm happy for you. I wish I could go too. يا ريتني كنت أقدر أروح. عموما ميس بريير هنا هتوقفه وتقول له I'm so sorry ميس بريير, I got a bit carried away. أنا إيه, الحماسة خدتني. Well, as Mr. Jack so kindly stated for me, my name is Briar. I'm a teacher over at Blueberry Academy. أنا واحدة من المدرسات في أكاديمية Blueberry. That's a school in the Unova region, you know. Oh, what? جماعة, أكاديمية Blueberry في يونيفا. مين كان عارف المعلومة دي؟ مين كان عارف المعلومة دي؟ Miss Breer helps set the curriculum there. فالأستاذة بريير واحدة من المدرسات هناك. This year is Blueberry Academy's turn to run our joint school trip and supervise the students. دورنا السنة دي إن إحنا نتولى الرحلة المدرسية المشتركة اللي ما بيننا. That's why I came here to collect you. فصدمة كبيرة جدا إنه الأكاديمية في إقليم يونيفا. أنا مش عارف أتكلم من كتر الصدمة. يا خبر أبيض. طيب يعني هنكمل قرايه مع بعض وهرجع للشات حالا. ثانيه واحده. We'll be heading to Kitakami, a land known for its picturesque fields and rice paddies. هنروح لمنطقه كيتاكامي المعروفه عن مناظرها الخلابه جدا. The place has a rustic feel, but there's also something rather mysterious about it. المكان حلو جدا ولكن في شعور غريب عن المنطقه دي. You see, the same energy present in Paldea's terrestrial phenomenon has been detected there. نفس الخاصيه بتاعه الترستلايزيشن تم الاكتشاف عنها هناك. I'm hoping to do some digging into the matter myself in between my supervising duties. فأنا مهتم أن أنا أبحث في الموضوع. Though I'd also appreciate the chance to take a good look around the great crater of Paldea, ولكن أتمنى أن يبقى لي فرصة كويسة أن أنا أخذ نظرة في منطقة Paldea. Ah, yes, well, there's not much I can do about that without permission from the Pokemon League and Director Clavel. فجاك بيقول لها لازم أخذ إذن الناظر طبعا بتاعنا. Oh, I know. I have already put in all the proper applications. I trust that I'll get a favorable response soon. فبتقول ان انا قدمت كل الورق المطلوب علشان اقدم على الطلب ده, واتمنى ان انا اسمع يعني رد قريبا. Oh, well. Sorry, Babam. Forgot all about you for a moment here. انا نسيت ان انت موجود. Anyway, the school trip. Think of it as a chance to continue your treasure hunt on a grander scale. يعني فكر فيها ان دي كأن انت بتدور عن الكنز بتاعتك ولكن على مستوى اعلى. To search beyond Paldea's borders, ونبحث يعني فيما بعد حدود منطقة Paldea. I'll even provide you with a special update to your Pokédex app if you'd get your if you get out your Poképhone. فاحنا هنا هيتم تحديث الهاتف بتاعنا والبوكيدكس بتاعنا طبعا علشان يتلائم مع منطقه بلدية. The Kitakami Pokédex has been added to your Pokédex app. تم اضافه البوكيدكس تبع منطقه كيتاكامي. And there you go. All done. Now you can go wild registering all the Pokemon you find around Kitakami too. بإمكانك دلوقتي تروح تدور عن كل البوكيمونات في منطقة بلدية, في منطقة كيتاكامي. Oh, and don't worry about a permission slip for the trip. I already cleared things with your mom. فمش محتاج تقلق عن حاجة في الأذونات. أنا بعت لوالدتك خلاص وهي وافقت. ويلا بينا. Your Mr. Jack is quite charming, isn't he? إيه ده؟ أنت معجبة بيه ولا إيه؟ Delightfully direct when he wants to be. يعني واضح جدا وصريح في كل حاجة بيقولها. Now then, Babam, it's quite a trip to the land of Kitakami. I hope you don't mind flying or long bus rides. أتمنى أن أنت ما تكونش بمانع الطيران أو رحلات الأوتوبيس الطويلة, لأنه هي دي الطريقة اللي احنا نوصل بيها لمنطقة كيتاكامي. طب نكلم ميس بريير مرة تانية. Are you ready to set out for Kitakami? هل احنا جاهزين؟ إن احنا نروح كيتاكامي إن شاء الله. الإجابة نعم. Great. We'll set out together as a group once the other students arrive. هنتحرك كمجموعة بمجرد وصول باقي الشباب. I hear you were all chosen for this trip by lottery. تم اختياركم عشوائيا. So this may be the first time you meet. I know my role is to chaperone you kids around,
but I fully intend to have some fun of my own while I'm at it. Just so you're aware. فبتقول ان انا لازم اخد بالي عليكم طبعا انا المسؤول عنكم ولكن ايضا هحاول ان انا استمتع بوقتي في رحلتنا دي. By the way, do you know of the Scarlet Book? طبعا عارفين الكتاب بتاع Scarlet معانا اصلا كنا اخدناه لفترة قصيرة. As you should, it was the most influential book of the century on the subject of paranormal. طبعا لو فتوا فاكرين الكتاب بتاع Scarlet كنا اخدناه في اخر منطقة اريا زيرو وطبعا ردناه مرة تانية لبروفيسور سادة او بروفيسور تورو على حسب انتوا بتلعبوا انهي لعبة. The author of the Scarlet Book, Heath, was in fact an ancestor of mine. يبقى دي واحدة من أحفاد الكاتب بتاع Scarlet Book الأصلي Heath. Wow. I even have his original manuscript. أنا عندي الكتابة الأصلية للكتاب. Wow. Look here. These are the pages that were blacked out and made illegible in the published version of the book. عندها يا جماعة فاكرين الصفحات اللي كانت ناقصة موجودة في الأكاديمية وفي المكتبة؟ تعالوا نقرأ الكلام المكتوب. طبعا احنا عارفين ده أنهي بوكيمون. A disc Pokemon. While separated from the research team in the crater's depths, I found a strange entity. وأثناء انفصالي عن الفريق في أعماق بلدية لقيت حاجة غريبة. Whether it was a Pokemon or even alive at all, I know not. سواء كان ده بوكيمون أو كائن حي على الإطلاق أنا مش عارف. It bore a shell with layers of overlapping hexagons and gleamed brighter still than gemstones. يعني كان عنده زي كده قوقعة ليها أشكال سداسية وكانت بتلمع بريق عالي جدا. Viewed as a whole, it resembled a mysterious brilliant disc. ولما بصينا عليه بشكل كامل لقينا أنه هو يشبه قرص عجيب. I have tentatively named this creature Terrapagos. أنا سميت هذا الكائن Terrapagos. I suspect that its very body is made up of the key material that causes Pokemon to shine brightly and crystallize. وأنا عندي شك إنه جسمه معمول من المادة اللي بتخلي البوكيمونات جسمها يلمع ويصبح كريستالات. طيب. The Pokemon depicted on the pages is called Terrapagos. It's a mysterious Pokemon that Heath allegedly encountered when he delved even further into the depths of Area Zero. Not that the general public believed him. يعني مش كل الناس صدقته لما Heath كتب عن البوكيمون ده في كتابه. It's my dream to find Terrapagos and prove that Heath's records were all true. حلمي ان انا اوصل والاقي البوكيمون ده واثبت للجميع انه البوكيمون ده حقيقي. But that's fine. It'll be all fine. All I need to do now is focus on the work that's in front of me. حان الوقت التركيز بس على الشغل بتاعنا وبقية الطلبة أخيرا بيوصلوا. We're ready to go. حان الوقت ان احنا نتحرك أخيرا 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 بعد فترة طويلة جدا من محاولة الوصول لمدينة كيتاكامي. وتعالوا نشوف مع بعض شكل الطيارة واحنا واخدينها وفي دراجونايت بيطير جنبنا. يعني منظر لطيف جدا. أول مرة نشوفه مع بعض. تعالوا نبص على الشاب بسرعة. مبروك أنا كمان بحبك يا مبروك. وأحمد محمد هلا. The hidden treasure of Area Zero أخيرا يظهر قدامنا اللوجو وبداية بشكل رسمي لجزء جديد من رحلتنا. الجزء الأول The Teal Mask. اللي ناسي اللايك فضلا وليس امرا طبعا زي ما احمد بيقول لكم يا جماعه تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب طبعا. We are finally here. اخيرا وصلنا. My butt is killing me after all those hours sitting. First the plane then that bus. يعني بيشتكوا من القعده المطوله. ما علينا. Well you all survived the long trip. انتوا كلكم عشتوا وعديته من الرحلة الشاقة دي. And we haven't lost anyone along the way. يا ساتر يا رب. وإحنا ليه نفقد بس أي حد يعني يا جماعة في إيه. Then welcome to the land of Kitakami. This is the stage for all the new experiences and learning opportunities you'll have out in the wild. أنا ملحقش أعرف الليفت. فبنشوف بوكيمونات لأول مرة. It's actually my first time here too. Why the rice fields are really are just dazzling. فعلاً.
المناطق شكلها حلوة جدا. Up ahead is Moosewee Town، فدي المدينة اللي احنا اتكلمنا عنها، المدينة المركزية. وتعالوا نشوف ميس بريير هتقول I don't feel so good، واحد من الطلبة تعبان، ملناش دعوة بيه، مش مهم خالص. Now Babam I have a little request for you، أنا عندي طلب ليك. Could you run ahead to the community center in Moosewee؟ يبقى هنروح دلوقتي مع بعض لموسوي علشان نبلغ الشخص المسؤول عنا هنا بأنه واحد مننا تعبان، وألف سلامة عليه يعني، بس أنا مش مهتمة خالص برضو. وتعالوا نستكشف مع بعض منطقة كيتاكامي. عندنا بعض البوكيمونات زي سيوادل بيرجع، يانما، كيوتي فلاي افتكرت اسمها أخيرا. نشوف هنا في ايتم مرمية، اتنين بوكي بول. طبعا هنا بوتشي انا اخيرا بنشوفه لاول مرة. بوكيمونات يعني مالية المنطقة زي ما انتوا شايفين، واعتقد ان احنا مش عايزين نحيد قوي عن الطريق ونقعد نستكشف المنطقة، عايزين نوصل على طول. لسه ما نقدرش نستخدم كورايدون من الواضح، فدي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها. سبينراك يعود اليكم من جديد، فيعني أربع بوكيمونات تعود من جديد. وتعالوا نشوف هنا بمجرد وصلنا للمنطقة المركزية في موسوي تاون هنوصل ونقابل الشخصيتين الجداد. طبعا لو انتوا فاكرين أساميهم، كيرن و كيرن اسمها ايه البنت الأخت الكبيرة، مش فاكر. هنشوف مع بعض. Sis look there there's one now، بصي في واحد هناك. هنديله صوت عامل ازاي الولد كيرن ده؟ تعال نشوف. تعال نشوف. So you're one of those students who came from the Paldea region ها؟ انت واحد من الطلبة اللي جم من اقليم Paldea. Wow way cool. Hush Kieran. اسكتي كيرن. I'm Carmine. افتكرت اسمها Carmine اهو. Sorry but I can't just let an outsider like you wander into Moosewee Town. ما اقدرش اخلي حد دخيل علينا يدخل كده لمنطقه موسوي. If you insist on coming in you'll have to battle me first. Come on sis, you just want to battle, making this big fuss over nothing. I told you to hush Kiki. انا قلت لك تسكت. فهي عايزه تدخل معانا في مباراه، يعني عايزه تتاكد ان احنا يعني حد مش عايز يعمل مشاكل او قلق، ومش هتخلي اي دخيل يدخل على مدينه موسوي كده. يتفضل، هي عينت نفسها حارس، معرفش ليه برضو. ما علينا، ندخل على طول ونخش في المباراة ونشوف كارماين هتجيب بوكيمونات شكلها ايه. نسمي الله ونسمع المزيكا الجديدة. بوكيمون ترينر كارماين هتبعت بوتشي انا اول بوكيمون، واحنا هننزل قدامها بدونالد طبعا، رفيق الدرب معانا من اول الرحلة لو انتوا فاكرين. هنشوف بس الاول بوتشي انا ليفل كام وكده. اعتقد ممكن يبقى ليفل قليل شويه، ليفل 60 مش وحش قوي. في جميع الاحوال معانا بريك بريك هتخلص عليه في ضربه واحده، هتشوفه هنا. يلا سلام. ليش العشب محفور على تحت جليتش ولا هم مسويينه كذا؟ مش عارف يا سعد. You know about type matchups. طبعا احنا عارفين التايب matchups طبعا. هندمرك، هنحطمك. عايزين نطور الابلن بتاعتنا. انا ملحقش اقرا مين البوكيمون اللي جاي، بس مش فارقه. فولبيكس كده كده نزل الرقاص بالظبط كده يا سراج. هنعمل اكوا ستيب. نشوف هنا اكوا ستيب طبعا هتبقى وان هيت نوك اوت برضو على الفولبيكس. هو انا ما اديتش الدونالد بتاعنا الهيدن ابيليتي؟ لو كده ممكن نستخدم عليه ابيليتي باتش، انا معايا كتير قوي دلوقتي. بوتشي انا وليفل 60 بالظبط. بولتشا جايست هو البوكيمون الاخير، وطبعا احنا عارفين ان بولتشا جايست بوكيمون عشب وجوست. في جميع الاحوال هو ليفل 60 كده كده، ف معانا ايس سبينر، يعني معانا ثلاث هجمات سوبر افكتيف على الثلاث بوكيمونات اللي مع كارماين، ونبقى خلصنا عليهم في ثلاث هجمات متتاليه. بيعجبني الموضوع ده كده. ارحمها شويه يا ببعم. لا انا مش هرحم، لا انا مش هرحم. عموما هزمنا كارماين بسهوله شديده، وكيرن هنا في الخلفيه بيشجعنا. يو هو ار يو، انت مين؟ انت مين؟ انت عايز ايه؟ قول لي. مش هقول لك. طيب
Wowzers, you went and beat my sis? انت هزمت اختي؟ I can't believe it. There's no way you should have been able to beat me. مفيش اي طريقة ممكن ان انت كنت تهزمني. Fine, I guess you pass. Barely. انت يا دوبك هتعدي وهسيبك تخش. Seems I've got no choice. I'll let you into town, but only if you become one of my grunts and do every little thing I... شوف هنا يتدخل احد قبل ما تقعد تقول لنا انا عايزك تبقى تابع ليا. Here comes trouble. Come on, Kiki. We're out of here. فكيرن وكارماين هياخدوا ديلهم في سنانهم ويهربوا وهيتدخل هنا الكير تيكر أو الشخص اللي هيتولى الاعتناء بينا. Why, hello there, stranger. You must be one of the students from the Paldean Academy, right? أنت أكيد واحد من الطلبة من الأكاديمية. I help run the community center here in Musui Town and a fair few other things besides. فأنا المسؤول عن المركز في موسوي. I'll be looking after your group during your visit. أنا هبقى مهتم وبعتني بمجموعتك أثناء زيارتكم. I hope those two kids weren't giving you any grief just now, were they? لا مفيش مشاكل, هما ما عملناش أي مشاكل, مفيش مشكلة خالص. I hardly know what to do with the two of them, especially that Carmine. Always been a handful, that one. I apologize if she gave you a hard time. أنا آسف إنه كارمين تكون عملت لك أي مشاكل. What's that? A member of your group fell ill down by the bus stop. يعني في واحد منكم عيان. I better get over there and give them a hand so they can make it into town. فأنا هروح أساعدهم على طول علشان يقدروا يوصلوا للمدينة آمنين. I'll take care of everything. You go ahead and get yourself settled in the community center. We'll catch up with you soon. فخش أنت المركز بتاع موسوي وإحنا هنحصلك, وتعالى ندخل مع بعض. في حاجة هتوقفنا. أوكي, كاتسين, تعال نشوف. This way everyone. هو لحق يروح ويرجع؟ ده انت عجوز يا عم الحاج, في ايه السرعة؟ ده انت لو مركب نفسات في رجليك. بابام, I owe you one for fetching the caretaker. Our little travel buddy is feeling much better now too. لحق ياخد يعني يروح ويديله الدواء ويخف ويرجع. All right everyone, this is the community center. This is where you'll be staying while you're here in Kitakami. Flash, والله العظيم بالظبط. The plan was to have you and the students from the Blueberry Academy stay here together, but it turns out this space is going to be all for you, our visitors from Naranha Academy. كان المفروض ان كل الطلبة من Naranha Academy ومن Blueberry Academy يقعدوا مع بعض, ولكن واضح انه طلبة Blueberry Academy مجوش, مش عارفين ليه لسه. Oh right, those two kids were originally from this town, weren't they? يبقى Carmine و Kieran الاثنين من مدينة كيتاكامي. So in you come, don't be shy. اتفضلوا ادخلوا, وتعالوا نشوف لما ندخل ايه اللي هيحصل. السبب مجهول, يا ترى ليه؟ هواي هواي. Oh no need to worry about your shoes or anything, you can leave them on here. طبعا لو انتوا عارفين احنا في منطقة كيتاكامي مستوحاة 100% من اليابان, وطبعا معروف في اليابان ان احنا بنقلع الجزم بتاعتنا او الاحذية بتاعتنا لما بندخل اي مكان, ولكن هنا في المركز ده مش لازم نعمل ده. If they're extra dirty, just try to rinse off the worst of the mud using the washing station by the door. بإمكاننا ان احنا نستخدم ماكينة لتنظيف الاحذية بتاعتنا. ما علينا, ملناش دعوة. Nice and clean inside, don't you think? It's all newly built, so it's good as anything you'd find in one of your big fancy cities. فبرغم انه مدينة كيتاكامي صغيرة في الحجم, الا انه تم اعادة بناء المركز ده علشان يبقى حديث, فزي ما انتوا شايفين كل حاجة على سنجة عشرة. This here is the lounge. You can watch TV, chat, or relax however you like. هنا ممكن تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون أو تتكلموا مع بعض. And well, let's see. Over there is the cafeteria. And toilets will be down that way. فهنا في الكافيتيريا والحمامات من هنا. When you want to get some sleep, please use the rooms down the hall here. ففي آخر الطرقة دي ممكن ناخد القيلولة بتاعتنا أو التعسيلة بتاعتنا أو ننام.
We've got enough space that each of you can have a private room to yourself. عندنا مكان يكفي كل واحد يبقى عنده غرفة مستقلة بذاته. So I think that about covers everything. But if you run into any trouble at all, don't you hesitate to talk to our fine staff at the desk. لو حصلت لكم أي مشاكل ممكن تكلموا مع أي من العاملين بتوعنا على مركز أو على مكتب الاستقبال. Miss Brira هتشكر الكيرتيكر على الرحلة دي. Do you have anything to say to the staff? لو عندك أي مشكلة أو عايز تقول حاجة. Thanks for having us. شكرا على استضافتكم لينا. Thank you for having us. كل الأطفال نقول لهم ياي. What a bunch of well-mannered students. I can already tell you're going to be wonderful visitors. كلكم مؤدبين وأنا متأكد أنه زيارتكم هيبقى ليها أثر إيجابي. أنا زهقت من زروة. بس بقى ده إيه القرف ده. You must be all tired of such a long day. أنا عايز أدخل في الموضوع. We've got plenty of food ready for you all. عندنا أكل كتير. والله أنا جعان جدا مش هكدب عليكم, أنا جعان فعلا. Thanks for the dinner. كوسو سامادشتا. شكرا. You're free to spend the rest of the evening as you like in the community center, but remember that tomorrow the program will be officially kicking off. يعني ممكن نقضي ليلتنا زي ما احنا عايزين جوه المركز. اعتقد ان احنا لو حاولنا نطلع من المركز هيمنعونا. بالظبط زي ما حصل هنا. فتعالوا نكلم الطلبة التانيين نشوف هيقولوا اي حاجة مهمة. ما اعتقدش انهم هيقولوا اي حاجة مهمة خالص. هنا هل في اي غرفة نقدر ندخلها؟ برضو لا. تعالوا بقى ايه ندخل نعمل نفسنا نمنا ونخرج علشان نبدا اليوم الجديد ونكمل رحلتنا في كيتا كامي. اظن ان هم هيدولنا اللبس بتاعنا دلوقتي, اظن كده. تعالوا نشوف مع بعض. طابور الصباح. Morning everyone, did you sleep well? Starting today you'll be joined by our two students from Blueberry Academy. ايه ده, هم من Blueberry Academy برضو؟ Go on kids, time to introduce yourselves. هيقدموا نفسهم. Hi, I'm Carmine. It's a pleasure to meet you all, you outsiders. I mean, visitors from Paldea. يخرب بيت رزالتك, يعني هي مش طيقانة. هنا بقى كيرن هيقدم نفسه برضو. I'm Kieran. بس كده خلاص. Carmine and Kieran actually grew up here, so ask them for help if you need anything. اطلبوا منهم مساعدة لأن هم كبروا في المنطقة دي. And you two had better be of real help, you hear me? ويا ريت تبقوا بتساعدوهم بجد, بلاش تضايقوا الناس. هي واضح إنه كارماين دي عايزة تعمل قلق. Now that that's settled, why don't I tell you all a bit about what we have planned for you? فهيقولوا لنا أخيراً إيه المطلوب مننا. This school trip, أنا هبدأ أقرب بسرعة عادي علشان زودي بدأ يوجعني. This school trip of yours will be an exercise in orienteering. First, we'll have you split into pairs. Then each pair will be tasked with finding three signboards. هيتم تقسيمكم لمجموعات من اتنينات وهيطلب منكم انكم تدوروا على تلات علامات أو تلات يوفت. On each signboard you'll find snippets of an old folk tale passed down here in Kitakami. وهتلاقوا على كل يافطة جزء من قصة تم تداولها في منطقة كيتاكامي. Read them all and learn a bit about our home. اقروهم كلهم وتعلموا حاجات عن مدينتنا. To prove you've completed the task, we ask that each pair take a snapshot together in front of these signboards. وعلشان تأكدوا ان انتوا خلصتوا الرحلة أو البحث ده لازم تاخدوا صورة قدام كل يافطة من دول. Take a photo together in front of each of the three signboards to complete your mission. It's a self-guided tour of Kitakami. Learn all about its rich history. فبإمكانكم أنكم تلفوا براحتكم والمهم أن احنا ندور عن التلت يافطة دي. أعتقد أنه مش هيقولولنا أي حاجة تاني. ودولنا الروتو ستيك يا جماعة أخيرا, ده اللي يسمح لنا أن احنا نلتقط صور من على زوايا بعيدة شوية. I hear these things are all the rage in the big city. Blah 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 blah. عايز أدخل في الموضوع فهقلب شوية التكست. Remember that one of the goals is the trip to depend on the ties between our two schools. افتكروا إنه واحدة من أهم أركان الرحلة دي إن إحنا نعتمد على تعاون الأكاديميتين مع بعض. It seems like having someone who knows the area will well would be a big help.
فعلشان كده هيبعتوا معانا حد من المنطقة، ناس عارفة المنطقة كويس ويقدروا يساعدونا ان احنا نستكشف المكان بشكل كويس.